يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تحريك الأصبع في التشهد في الصلاة يعد سنة أم يقتصر على الإشارة دون تحريك؟ خلاف بين العلماء، والأمر سهل، إن حركتها ولم تحركه الأمر سهل، ما يحتاج إلى مشادة وإلى تضليل وإلى، الأمر سهل في هذا، حركتها وما حركتها، وحتى لو ما رفعت إصبعك أصلاً صلاتك صحيحة إن شاء الله. نعم.